بعد أن شهدنا سوياً حجم الحرائق في عموم المحافظات، هذه الحرائق المستمرة منذ نحو أسبوعين، وفي أول تعليق حكومي رسمي من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، كان التعليق صادماً للعراقيين في مواقع التواصل، حيث اتهم عبد المهدي ما سماها بالخلافات بين المزارعين أنها السبب وما يقف وراء هذه الحرائق، فضلاً عن أن غالبيتها جاءت، أي الحرائق، بسبب التماس الكهربائي. هذا من وجهة نظر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. طبعاً بالمقابل، نشطاء عراقيون سموا تبريرات عبد المهدي بالجاهزة، وأنها تأتي في إطار التغطية على التقصير الحكومي المتواصل. في كل عام لدينا حرائق، والحرائق ليس كلها أعمال يعني من داعش أو عدواني، هناك بعض إما خلافات داخلية بين من يملك الأرض بين مزارعين، لكن معظم حوادث الحرائق هي بسبب الشرارة، بسبب التماس الكهربائي. تعرفون في آخر الموسم يكون المحصول يابس تماما، فالنار تأخذ هذه الحقول. إلى حد الآن الكميات ليست عظيمة، أقل معدلاتها، وهناك إحصاءات تنشر في الإعلام. طلبنا من الإخوة أن ينشرون الإحصاءات مقارنة بالأعوام الماضية محافظة، ما حصل في العام الماضي من حرائق وما حصل لحد الآن من حرائق، والأسباب تنشر حتى يكون الرأي العام على بينة، وما ندخل في مزايدات وما ندخل في اجتهادات خاصة.